خير حبيباتي، كيفكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله حبايبي بكل خير. حبايبي اليوم الوصفة تبعتي كل مرة وكل آنسة وكل يعني بنات اللي غير متزوجات، يعني لكل النساء تبحث عن هذه الوصفة. هاي الوصفة كتير من النساء يعانون منها بعد الرجيم وترهل الجسم أو بعد الولادة، يعني بعد ما بعد الولادة الوحدة من تولد، الصدر المترهل، الأفخاد المترهلة، البطن المترهلة، كتير منيحة للترهل. في كتير خوات كمان حبايبي بعد كمان ما يكون ناصحين ويضعفوا بعد الرجيم يترهل كتير من جسمهم. هاي الوصفة كتير حلوة وأنا صراحة بعتز فيها، وصفة عندي كتير قديمة، يعني هاي الوصفة وصفة شو نقول ستاتنا اللي هي يعني أمهاتنا القديمات، يعني صراحة أنا ستي اللي هي بيبيتي إحنا بالعراقي أو جدتي باللغة الفصحى يستعملوها كانوا كثير. هاي الوصفة كثير يستعملوها هي للترهل الجسم ولشد الجسم، ويستعملوها بكل شغل، يعني شو نقول كل إشي ما يتعلق بالجسم. الوصفة هي عبارة عن شو؟ عن الشبة. الشبة حبايبي كتير كويسة، وسبق وطلعت لكم اياها وقلت لكم الشبة كتير منيحة للجسم، الشد الجسم المترهل، الشد الصدر، يعني رح تلاحظي الاشي بس انتي بدك صبر، يعني بدك تصبري بس ثقي بانك رح تاخذي نتيجة ان شاء الله 100%. مهما كان عندك الترهل، كل ما زادت مدة الاستعمال كل ما اخذتي نتيجة كتير حلوة ورح تلاحظيها. انا كتير خوات كتبولي على الشبة كيف استفادوا منها. اليوم احنا بدنا الشبة تعطير وشد يعني بنفس الوقت، وصفة كتير حلوة وكتير منيحة. راح نستعمل المسك، المسك كمان كتير حلو اللي حابة، هذا تعطير وكمان المسك كتير حلو للجسم اللي عدها وموجود تقدر تستعمله، بحالة ما موجود نبعده كأنه ما موجود بالوصفة، يعني هو احنا تركيزنا على الشبة والمواد اللي هسه راح احكي لكم اياها. يعني انا هسه راح اسجل الفيديو وبعديها احكي لكم على فوائد اللي شو نقول الشبة والزيوت اللي راح نستعملها. حبايبي احنا قبل فترة وزي ما انتم شايفين استعملنا سوينا زيت الليمون من قشور الليمون. انا سويت زيت قشور الليمون عشان نستفاد من عده بهيك وصفات. زيت الليمون كتير حلو بهيك وصفات حبايبي، اتمنى من عندكم انكم تستعملوه زين. زيت الليمون انا يعني الفيديو سويته معاكم زيت الليمون زين، سويته واستعملته، وهذا الزيت جديد انا عامليته. طيب زيت الليمون كتير حلو، تقدرون بقى انا حاطة كمان مع الليمون برتقال، يعني تقدروا كمان تحطون قشور البرتقال كمان كتير حلوة، بس لازم الليمون، لازم الليمون. طيب لازم الليمون لان الليمون هو يشد الجسم. طيب انا هون شو خال حبايبي هسه احكيكم هنا، هذا كمان اللي عندها موجود يا ريت تعمله، ما موجود لا حول ولا مو مشكلة. طيب انا هون طلعوا، انا دايما طبعا الاعشاب تبعتي احتفظ فيها بهاي العلبة، طلعوا هذا شو عندي، هذا قشو ورق الليمون، بس ورق الليمون يكون الصغير الطري ورق الليمون القصير الطري. طيب انا هون محتفظة فيه، طبعا ريحته اللي توه يعني صغار مو كبار، تاخذي لك كمية، طبعا ريحته كلش قوية، مش قادرة ريحته كلش قوية. انا عندي تحسس طبعا من الروائح. هون حتى انتو شايفين كليل الجبل، انا حاطة انا هون حاطة كل الاعشاب، هذه المليسة اللي هي احنا بالعراقي نقول عليها البطنج. طيب حتى هيك بتسوي جذور وبعديها نقدر نزرعها. طيب هسه بعدين اشرح لكم، اللي حابه تشوف اللي حابه تشوف هذا الفيديو انا بعد لان حسوي على فكره، خليكم متهيئين معي راح اسوي اعمال يدويه كتير حلوه، راح اعلمكم كل اشي بالبيت ما بترموه، كل اشي تستفادون منه، رسم لوحات،
بايدك راح ترسميها، راح تقولين شو ام يوسف تحكي، انا ارسم لوحه، راح ترسمين اللوحه واجمل لوحه وبابسط امور عندك موجوده بالبيت. المهم حبايبي بعد ما تاخذون اكم من ورقه يعني كفشه هالقد من الليمون وتحطيه بعلبه زي ما انا ما حطيته وتسيبيه 3 ايام، بعد ال3 ايام تصفيه وتاخذين الزيت من عنده. هون كمان قشور الليمون كثير كويسه للشعر، ولا شوفوا انا ما راح اصف. اذا عندك يعني انا عشان الزيوت ما تخرب عندنا، نحطها بالبيت وتخرب عندنا، يعني اذا موجود عندك استعملي، ما موجود بس زيت قشور الليمون، زيت الليمون اذا بدكم تدخلون على الفيديو تبعتي زيت الليمون، اخذوا الطريقه تبعتي واعملوا طريقه زيت الليمون. بعد ما سويتي زيت الليمون تاخذي الصفي وتاخذين بس الزيت. طيب اخذتي الزيت، ايش راح اسوي مع الزيت حبايبي؟ راح تاخذين، لا تخافوا، كثير خواتي يقولوا لي مضره للجسم، بتاثر على الجسم، ولا اشي تعمل. انا اللي صدقوني من انا شابه من عمري 18 سنه او اقل وانا بستعملها، صدقوني خواتي، مع اني طلعوا انا سمراء، انا مش بيضاء، انا سمراء، بس تحت الأبط تبعتي زين نفس لون بشرة جسمي كله بالكامل، واللي يعرفني من الصديقات وشايفني يعرف ان كلامي مزبوط. راح تاخذون هذه ملعقة من الشبة، طلعوا، وهاي ملعقتين وسط، يعني معناتها ملعقة كبيرة. طيب ملعقتين وسط او ملعقة كبيرة، مسح تكون ملعقتين الوسط اكيد، تطلعوا وتخلطوه كتير كويس حبايبي زي ما انتم شايفين، خلوه تظلون تخلطون فيه زين. شوفوا اول ما تحطون هذا راح يذقل. راح تاخذوا كمان حبايبي المسك كتير حلو، رائحته كتير حلوه، راح ترى على فكره هو كمان يشد كتير حلو زين. راح ناخذ، طلعوا، ملعقه صغيره جدا من المسك. هيك حبايبي خلطنا المسك والشبة مع زيت الليمون. هذه وصفة لكل النساء اللي عانوا من الترهل، شد كتير حلو، شد كتير، يعني اقول لك مو بس شد وبياض بكل اي منطقة بالجسم، حتى المناطق الحساسة بياض كتير حلو، تبيض توحد لون البشرة الجسم كلها بالكامل. تقدري تستعمليه على اي مكان بالجسم، حتى اللي ما عندها شلون نقول تحسس على مكانات بوجهها تقدر تستعمله، بس بعيد عن تحت العين اكيد. اللي عندها كلف تقدر تستعمله حتى للكلف، اي منطقة احنا بنقول فيها سواد بتستعمل. شوفوا حبايبي هيك، بعديها تجيبوا، بس يا ريت حبايبي احنا في فصل الصيف شوية يعني شلون نقول كتير حار، يا ريت حبايبي تحتفظوا فيها، هي ما تخرب ابدا ما تخرب، بس انتوا يا ريت تحتفظوا لي فيها بالتلاجة، وانتوا تحطوها على الجسم وهي باردة كمان منعشة، يعني من تجي تدخلي للحمام طوليها من الثلاجة، حطيها بعديها على جسمك زين، من تدخلي للحمام طوليها. الشبة على فكرة ما راح شلون نقول تذوب، بس انت كمان ما تفتحين الثلاجة، تحطيها بالثلاجة كمان ما تفتحين الثلاجة زين، حاولي رجيها يعني حتى انت بس مرتين تقريبا، يعني يومين بعديها عادي سيبيها هيك ولا عليها اي اشي. انا بفضل تبقى بالثلاجة عشان حبايبي شلون نقول ما زيت الليمون ما بدنا نصير فيه رائحة، وبنفس الوقت نحطه على جسمنا وهو بارد كتير حلو زين، خاصة بعد الدوش وبعد غسل الجسم يكون كلش بارد. كيف تستعمليه حبايبي؟ مو إلا يومياً، إذا كنت تتحممين جسمك يومياً تقدرين تستعمليه يومياً، ما في أي مشكلة. تتحممي بالأسبوع 3 مرات تقدرين 3 مرات بالأسبوع، تتحممي مرتين بالأسبوع تقدرين تستعمليه مرتين بالأسبوع، هيك يعني مو مشكلة. تقدرين بحالة عندك كتير ترهل وكتير ترهل قوي وحابة تتخلصي منه، ترى ما راح تتخلصي منه 4 أشهر ولا 5 أشهر ولا 6 أشهر، يعني بدك وقت، كل وحدة حسب جسمها وحسب شلون يقول الترهل بجسمها زين. بس انتو حتى اللي عندها ترهل 100% راح تحس بالفرق،
راح تحس بالفرق وصدقوني وعن تجربة. زين تقدرين تستعمليه بين يوم ويوم عشان إذا تنزعجي يوميا، بس إحنا بصيف يعني أكيد نتحمم يوميا، أو حتى لو ما حممنا شعرنا نحمم جسمنا. زين ما في أي مشكلة حبايبي بالنسبة لل لهذا الزيت. طيب حبايبي كمان تقدرون زي ما قلت لكم تستعملوه بأي وقت وبأي شو اسمه، ولازم ينحط بالثلاجة. هسه رح أرجع لكم حبايبي كيف يعني شو فوائد الشبة للجسم. هيك إن شاء الله واصلة المعلومة لكل على الصدر. تقدرين تستعمليه بالنسبة لتحت الأبط حبايبي، لا تاخذون عشان توحدون لون البشرة تحت الأبط، تاخذون من المطحون تبلين ايدك وهو جسمك كله مبلل وتمسحي تحت أبطك. صدقيني راح تشوفين صدرك خاصة لو خلطتي هاي المادتين مع بعض رائحة كتير حلوة، وبنفس الوقت بياض كتير حلو وما في تعرق نهائيا. ولو ما تحممتي كمان شو بحكي لك، لو ما تحممتي والله اسبوع ما في رائحة تحجس قطك ولا في تعرق كتير. المهم حبايبي هسه نقول بدي اشرح لكم شو بيعمل الشبة. الشبة تخلص من السواد في مناطق الجسم، في كل مناطق الجسم، الشد جلد الجسم، المترهل عند قلنا الرجيم او الولادة، تخلص من رائحة العرق، تبيض الاسنان اذا غسلتي فيها اسنانك ولو بالاسبوع مرة، توقف النزيف من الاسنان اذا قلعتي اي سن، المضمضة الغرغرة اذا تغرغرتي فيها، تبعد التسوس على فكرة بس لا تستعملوها يوميا ولو بالسبوع مرة كل 10 ايام مرة كتير حلوة، تضيق المهبل، تضيق المهبل كتير كويسة، بس مو معناته تدخليها داخل المهبل، لا تحطين ملعقة مثلا نقول وسط مع بالبريق تبعت الماء يعني تتوضين فيه وتغسلين المناطق الحساسة، شد يشد المنطقة يبيض المنطقة كتير حلو بيوحد لون المنطقة. زين تصغير حجم الصدر، هسه يقولوا لي خواتي كتير ما انت تقولين احنا بدنا نكبر صدرنا، احنا حبايبي الصدر الكبير، صدر الكبير ومترهل، انتوا هيك عقلوها عقلانيا بدون ما تكتبوا لي، انتوا هيك شغلوا عقلكم الكل فاهمه، صدر كبير ومترهل من دقولكم الشده اكيد شو حتعمل الزغره. وبالنسبه لخوات الصغير نفس الطريقه راح تصير عندك. زين لانها شدته بس انا افضل صدر مشدود وصغير ولا صغير ومترهل، يعني انا هذا اللي بحكيه لانها حبايبي شلون يقول شلون يعني هو مترهل من دا اقول لكم حالشده راح يصغر القياس تبعه. وبالنسبه للصدر الصغير نفس الشيء شد، عشان هيك اقول لكم تصغير، بس هو مص الصغر شو اسمه من ينشد اكيد راح يصغر. هاي بالنسبه للصدر. شد الوجه كمان كتير حلو لشد الوجه وتوحيد لون البشره، وبنفس الوقت تصغير وتقليص العفو المسامات. هذا اليوم الفيديو تبعتي، اتمنى انه ينال رضاكم حبايبي، واتمنى من عندكم حبايبي انكم تنشروا فيديوهاتي هاي الفتره كتير مشاهداتها قليله، اللي اتمنى من عندكم حبايبي تنشروا الفيديوهات، خواتي كل اللي معايا ويحبني ينشروا الفيديوهات تبعتي. وهيك حبايبي انا خلصت الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واتمنى من عندكم حبايبي انكم تعملوا لي لايك وشير واشتراك، ودائما تفعلوا الجرس عشان يوصلكم من عندي كل جديد، ومع السلامه.